يا موت هون يا تموت ابنك يموت قدامك وما بتحسن تعمل له شيء، يا بدك تدحم وتموت انت ويعيش ابنك. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. دور العمليات اللي يعني ياخذ 4 أو 5 شهور كل يوم مسار غادي في تخلاص السلام عليكم. نحن اليوم عايشين في منطقة مكتظة سكنيا فيها أكثر من 2 مليون مهجر. طبعا هاي الناس عندها منفس واحد اللي هو معبر باب الهواء اللي عم يدخلهم مساعدات إنسانية وعم بيكون لهم المنفس الوحيد معنويا وانسانيا. اليوم اذا تم اغلاق هذا المعبر انا راح احس انه كل الناس تخلت عني، كل المجتمع الدولي تخلى عني وتركني عم واجه هاي المحنه امام هذا الظالم لوحدي. السلبيات كثيره، منها الجوع، نقص في المواد الطبيه، نقص في المواد الانسانيه، اطفال، ايتام، شيوخ، ناس كثير عايشه من وراء هاي المساعدات راح يكون وضعهم جدا جدا صعب، ما في اي مكان يتوجهوا له او عمل يشتغلوه. بالاضافه انه المساعدة الإنسانية اللي عم تدخل فيه كتير ناس عم تشتغل، عم تكون سبب فرص عمل لكتير ناس وشباب عم تشتغل وراح يتوقف عملهم لإيقاف هذه المساعدات. وسلبيات منها أنه نحن اليوم أمام اختبار عظيم أمام نظام الأسد، نظام مجرم، مستحيل أنه يكون في إدخال عن طريقه مساعدات إنسانية، لأنه راح يكون في سرقة ونهب لحقوق الناس ومساعدتهم الإنسانية مثل ما شفنا من سرق الشعب السوري على طيل السنوات الماضية. سوف ينعكس سلبا على واقع الناس اللي ساكنة ضمن هذه الخيم كما تشاهدون، وهذا سوف يظهر الظهور على أرض الواقع من خلال أقل من شهر إذا تم إيقاف المساعدات عن طريق باب الهوى. ونحن نناشد ونطلب أكثر من ذلك، ليس فقط المساعدات إنما الضامن الذي جعل نفسه في هذا الموقع أن يكون قد المسؤولية ويطلب عودة النازحين والمهجرين إلى بلادهم، وإذا تم ذلك لا ننتظر لا مساعداتهم ولا بدنا هالمساعدات، رايدين الرجوع إلى قرانا وإلى بلداتنا. إذا سكر باب الهواء بدي يصير كارثة حقيقية، العالم يعني عطشان يعني بالعربي، لا في سلل، لا في إغاثة، لا في عمل، متعطل عن الأعمال، لا حلو لغوة، لا في رزق، لا في شيء، ما في عايش من الله ثم هالسل. بعد أن عجز الروس والنظام على قتلنا بالسلاح الآن يحاربونا بلقمة عيشنا، يريدون تسكير باب الهواء، بس انسكروا باب الهواء كارثة إنسانية، من المشافي، من قطع الخبز، من قطع المياه، من قطع السلة، يعني هلأ موجود السلة وموجود كل شيء حاليا في إقاسات، ولكن الشعب الله يكون بعونه، هذه السلة بس انقطعت والدعم بس انقطع من باب الهواء حتصير كارثة إنسانية كبيرة في الشمال المحرر، وراح العالم يعني تدحم الساتر وراح تفوت على تركيا لا محالة. يا موت هون يا تموت ابنك يموت قدامك وما بتحسن تعمل له شيء، يا بدك تدحم وتموت انت ويعيش ابنك. اذا في حال انقطعت مساعدات وسكروا الروسيين معبر باب الهواء، نحن نعتبر النازحين ومشردين من بيوتهم ساكنين جوا المحرر، نعتبر باب الهواء انه هو الشريان الرئيسي اللي عم بغذي هالمهجرين والنازحين. يعني في حال اذا انقطع الشريان عن القلب وقف القلب مات الجسد، ونحن نفس الحركه، إذا انقطع الباب الهواء والمساعدات والسلل والمعونات نحن متنا على الخالص. 4000 أو 4 ملايين مهجر عم بيستفيدوا من باب الهواء، معناتها نحن متنا كلياتنا. بالنسبة للمعونات عندنا هون الشعب عايش تقريبا على المعونات أغلبه، إذا انقطعوا المعونات من باب الهواء ما تدخل المعونات الشعب راح يموت من الجوع، ما تمشي يساعد الناس على عيشهم. يعني العالم كله عايش على المعونات هون عندنا، راح انقطع المي والخبز والمعونات كله. في حال لم يصل مجلس الأمن الدولي إلى قرار بتمديد آلية دخول المساعدات أو الوصول إلى آلية جديدة والعمل بها بشكل فوري خلال أقل من الشهر القادم، سيندر ذلك بحدوث كارثة إنسانية كبيرة تعم المنطقة التي تحتوي على 4.5 مليون مواطن، منهم 1.5 مليون مواطن مقيمين في 1400 مخيم منتشرين في المنطقة. سيؤدي ذلك إلى حرمان أكثر من 2 مليون مواطن منهم من
المساعدات الغذائية، حرمان أكثر من 2.65 مليون مواطن من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، انقطاع دعم مادة الخبز على أكثر من 650 مخيم، وحرمان أكثر من مليون مواطن من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصة مع انقطاع مادة الخبز المدعوم المستمرة منذ عدة أشهر، تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من نصف في المرحلة الأولى وإلى أكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، مع العلم أنه يوجد في الوقت الحالي 18 منشأة طبية متوقف عنها الدعم منذ أشهر عديدة، بالإضافة إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20%، وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم العمليات الإصلاح وفرش الطرقات وغيرها من الأمور التي تحتاج بها المخيمات.